في أسياق عقد مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لبحث سياسات الحكومة جراء التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية. التأمين الصحي الشامل أبرز محاور الموضوعات التي ناقشها مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. المجلس ناقش الطلب المقدم من عدد من أعضائه لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز مراحل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية. مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة بناء الإنسان المصري ورعايته وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والصحية الضرورية لكافة فئاته. أصبح من الواضح لدينا جميعا أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد إنجاز تاريخي وأمل لكل المصريين لما يحققه من مستهدفات، وهي تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وأيضا المساهمة في تحسين الصحة العامة للطبقات الفقيرة من أبناء الوطن. حصول المواطن المصري على الخدمة الطبية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل هي تمثل عامل حماية اجتماعية كبير للمواطن المصري، ولذلك بتسعى الدولة، ورأينا أن الدولة المصرية بتسعى جاهدة لتقديم ليس خدمة طبية شاملة ولكن بجودة عالية. وفي معرض ردها أكدت الحكومة أن التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين لتتم إحالة طلب المناقشة العامة والمناقشات ورد ممثلي الحكومة إلى لجنة الصحة والسكان لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. بالتوازي أحال مجلس الشيوخ 18 تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد فيها من توصيات بعد موافقة المجلس عليها.